بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. النهاردة عندنا فيديو مهم جدا جدا، حاجة حلوة قوي يا حنان هناكلها في رمضان، شبيهة جدا للقمة القاضي. حلوة، حاجة حلوة قوي يا حنان هناكلها في حاجة رمضان. حلوة قوي يا حنان بقى يقول اشعار اهو، اتعلم من جور الام. طبعا زميلتك في هولندا مين؟ حبيبتي مروة في هولندا. يوم ما عملنا الفيديو بتاع لقمة القاضي قالت لنا احنا لقمة القاضي بتاعتنا اللي في هولندا بتتعمل غير كده خالص، بس هي حلوة جدا زي بتاعتكم واحلى كمان وقيمتها الغذائية اعلى. عاملينها زي مرمور، قالت بيدوها تفاح وفيها زبيب لونين وحاجات كده، قعدت توصفها لنا بس ولا ادتنا مقادير ولا ادتنا الطريقة. احنا قلنا ايه؟ نشوف الشيف العبقري بتاعنا. انت رحت فين؟ انا جاي لك تاني بس اجيب المقادير بتاعتنا الاول كده. طب وانا وانت اهو يا ستي. يلا قرينا المقادير كده يا حنان وقول لنا ايه. قالت نشوف نشوف الشيف بتاعنا العبقري عمل المقادير وظبطها ازاي. قول يا سيدي. يلا يا ستي افتحي كده التليفون، انا كاتبها لك على التليفون. بيسموها قنبله هولندا. تمام. 250 مللي ميه، يعني كوبايه وربع. فين الميه يا شيف؟ هنا هي. اهي الميه. ماشي. اتنين بيضه اهم، بس دول ثلاثه ما عشان بلدي، بس ما لقيتش ابيض. عشان ده بيت بلدي. طيب ورشه فانيليا. هتقولي المقادير بالجرام وبالكوبايه ولا بالكوبايه بس؟ مع بعض الاثنين اهو. تمام. 350 جرام دقيق، يعني كوبايتين ونص. خلاص. 2 معلقه كبيره نشا، يعني بالمعلقه كده معلقتين كبار نشا، نفس المعلقه معلقتين زيت، و10 جرام خميره اللي هي معلقه صغيره. تمام. خميره من اللي هي الخميره دي، ولو عندك خميره بتاعه الفرن عادي مش فارقه. خلاص. ومعلقه كبيره سكر، والسكر يا ريت يكون فين السكر يا شيفنا اهوت. معلقه كبيره، دي معلقه صغيره يعني على قد الكميه عشان اعمل كميه صغيره. معلقه كبيره سكر عشان ما تلونش. كوبايه زبيب اهي، وكوبايه تفاح صغير مكعبات. وادي الفانيليا اهي، احنا قلنا ايه؟ فانيليا. تمام. تمام. نقول المقادير تاني ولا انتم معاكم بقى صوروها؟ هنكتبها في مقادير الوصف، في صندوق الوصف. في صندوق الوصف احنا طيب. بنقول فانيليا يبقى مع البيض. خلاص. تمام. طيب ال 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 الخميره والسكر مع بعض المفروض يتدوبوا في الميه. حلو قوي. كويس اهو. تمام. وهنحط ميه دافيه. ايوه ميه دافيه، وادي الزيت. حلو عشان يدي قرمشه. خلاص. طيب وهنحط كمان البيض. يبقى احنا حطينا ايه؟ كل المقادير السايله. ده سكر بودر الوجه، خليه بعيد مع بعضها. كل المقادير السايله مع بعضها. حلو. بتقلبيها كويس قوي. التخانه بتاعتها بتبقى قد ايه بقى يا حنان؟ ما انا هنشوفها بقى مع بعض دلوقتي. انا ما عملتهاش، انت عملتها، انا ما عملتهاش قبل كده. طيب. طيب الزبيب والتفاح بيتضافوا اخر حاجه في العجينه. ادي النشا هو تعالى الدقيق. والاثنين مع بعض على الميه. اتقل من عجينه لقمة القاضي. برافو عليك. انا ما قلتش، انت اللي قلت. مش عن خمس دقايق. خمس دقايق عجين. خمس دقايق عجين. وبعدين لما نضيف التفاح والزبيب نعجن قد ايه؟ لا يا دوبك على المفروض لو في العجان يبقى سرعه هاديه خالص. بس دي تقيله يا شيفنا. لا كويس لسه هتفك منك، ولما تخمر هتلاقيها فكت منك خالص. طيب. يا ريت دي بيتزا ومخبوزات يا ريت، عشان تنزل الكره منكم كويس. بصوا مع الخفق اللي هي بتخفقه دوت دلوقتي يا حنان هتبتدي العجينه تفك معاها شويه وتطرق وتطرق خالص. سلامتك يا شيف. تمام. حلو تسلم ايديكي. لسه هنبدا نحط الزبيب والتفاح. هنشتغل شويه كده بس في العجن. تقيله على ايدك يعني وجعتني. معلش انزلي لي بقى بالتفاح والزبيب. ها يلا. ادي الزبيب كله كله كله، وادي التفاح. عزيز. التفاح فيه ميه، خدي بالك بقى هاتي بقى من تحت لفوق عشان التفاح ما يتهريش معاك. لا ما تقلقش. دي بقى من القنبله بتاعت هولندا. ريحتها حلوه قوي يا شيخ. ريحتها جميله وتبقى حلوه دي في رمضان ان شاء الله. شايفه العجينه عملت معاك ازاي؟ عملت ايه؟ ابتدت تخف معاك. هنغطي العجينه اللي معاكي دي يا حنان ونسيبها في حدود نص ساعة في مكان دافي شوية تخمر. بصوا كده شايفين الدنيا هنا عاملة ازاي؟ خيوط دي بموت فيها.
دي معناها ان العجينه خمرانه اهي. اقلبها بنلمها كده ونغطي دي. اجيب الفويل بس كده نغطي دي. ايه حنان تخمر ثانيه دي، هسيبها في مكان تاني عشان تخمر. برافو عليك، بس كده. هنروح بقى على الآلية، تحب أقل أنا ولا تقل أنت؟ طيب، هنروح على الآلية دلوقتي ونشوف هنعمل إيه. العجينة هنا خمرت، أدي الزيت عندنا بتبقى القطعية أدخل من لقمة القاضي 3-4 مرات. بنحط إيدينا كده، هنا الزيت أهوت معايا، ببل العجينة في الزيت كده، والكرة اللي هجيبها بتكون قد الليمونة المصرية كده. درجة الحرارة ما تكونش ايه عالية قوي، بس بعد كده هنعليها. شايفين دي الكورة بقى البرازيلية، ايه برازيلية ايه، واخد على الكورة انا البرازيلية الهولندية. شايفين بشيل ازاي بالمعلقة؟ طبعا في مكان مخصوص للكلام دوت، مكان مخصوص للكلام ده، بيقطعها بس ما بيقطعهاش بالايه، بيقطعها بتنزل كوره. في حاولوا يعملوها كتير بس بتنزل ليها كده ايه خيوط وكده. احنا عايزين النازله ايه يا حنان معايا؟ اه تبقى كده واحده كده وتبدا تستوي معانا كده. شايفين عامله ازاي؟ بتاخد سكر بودره اول ما تطلع وتتباع بره في هولندا او في المانيا، هي اصولها الماني اللقمه ديت. جواها التفاح مع الزبيب، بيحطوا نوعين من الزبيب، لكن انا حاولت اجيب نوعين يعني، بس الاثنين واحد. نبل كده شايفين، وهنخليها تستوي واحده واحده كده. مكان كده شفنا، شايفين بتنزل بتطلع مدوره ازاي؟ هي كده نفس تقطيع المصنع على فكره، نفس شغل المصنع. لربما تحسبوها ايه لقمه القاضي. وادي كده وادي كده، كفايه بقى كفايه دول. خلينا نقل الباقي ده على مهلنا، احنا نوريكم ايه الشكل ده كده. شايفين عامله ازاي؟ بتاخد بقى سوا شويه ديت على لقمه القاضي، مش باخدها بلانشي. هسيبها دلوقتي وارجع لكم بعد ما تكون لونت معايا واوريها لكم بتبقى عامله ازاي. زي ما احنا شايفين كده كوره، شايفين اللون لسه بدري، انا بس حبيت كده في تلت المده اوري لكم. شايفين عامله ازاي؟ الزيت عامل ازاي؟ مش نار قويه قوي، نار يعني تبقى ايه، مش زي بلح الشام او كده، لا متوسطه. شايفه يا حنان؟ لسه هتاخد اللون الاحمر خالص الغامق. شايفين الزبيب جوه والتفاح؟ حبيت بس اوريها لكم. ايه ده مش طالعه مدوره؟ هي كده وبتتقدم كده في المصانع، بتطلعها بالكوره بالشكل ده، متماسكه بالشكل ده. هرجع لكم تاني بعد شويه تكون خدت اللون المطلوب ونكمل مع بعض. زي ما احنا شايفين كده، شايفين اللون بتاعها بقى عامل ازاي؟ خفيفه وهشه جدا. هناخد جزء، هي ما بتضربش سكر بودره، لكن يعني ما يمنعش ان احنا ممكن نحطها في سيرب تقيل. ناخد كده محشيه زبيب والتفاح، ادي كده جزء هنا وجزء هنا، ياخد سكر بودره. نطفي النار بقى بتاعتنا. عشان نقدمهم لقمه يا جماعه ان شاء الله تحفه. بعد السيره اهوت هرجع لكم بقى بعد شويه تكون شربت سيره، ونرش هنا بسرعه كده السكر البودره. يلا بينا يا حنان، ايه رايك؟ زي ما شفنا كده، ادي القنبله
الهولندية بتتقدم كده هناك في المصانع بالشكل ده، وادي اهو البصيرة شايفين عاملة ازاي عشان ما بقدلش الدنيا، مع الزبيب والتفاح بيبقى ده الحجم بتاعها. نطلع هنا، حبينا ناكل من هنا ماشي، حبينا ناكل من هنا ماشي. القطايف ان شاء الله هتجربوها. هاتي كده يا حنان، شايفين لقمة ملهاش عم يا جمل. لا 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 لا، انت مش بتشتغل عشان تعلمهم، انت بتشتغل عشان تاكل. من الروائع، من مع طعم التفاح. طبعا دي من الحاجات الجميلة قوي اللي ان شاء الله لما نعملها في الشهر الكريم هتعجبكم جدا. لو عجبكم الفيديو هنعمل لايك وشير قناة شيف محمود عطية. ألقاكم في فيديو جديد. سلام عليكم.